السلام عليكم خوتي خواتاتي، اهلا وسهلا. الله يرفع علينا هذا الوباء ويرفع الامه الاسلاميه والعالم اجمع يا ربي، والله يرحمنا برحمته. الفيديو ديال اليوم هي واحد الوصفه اللي هي وصفه بسيطه ولكن زوينه وفعاله لتساقط الشعر، الشعر اللي كيطيح وكتحافظ على الشعر على الصحه ديال الزغبه، وزوينه الصراحه بزاف. هذه مجربه ولا جربتوها ما غاديش ندموا عليها، لانها هاد الوصفة هي مجربة صراحة وما كتطلبش بزاف، يعني فيها 3 ديال المكونات فقط وهي زوينة صراحة. كتعتمد على القهوة، هي القهوة العادية اللي كنشربو اللي كنطبخو، قهوة زوينة الشعر بزاف بزاف بزاف، كتعطي الصحة ديال الجلدة اللي كنقولو حنا في الراوي ديال الشعر، جلدة الشعر، وكتعطي البريون الشعر، زوينة بزاف. يعني حتى فاش كتكون بحال دابا كتطبخ هذاك التفل ديالها راه كيديروا في داك الحبوقه وداك الشيء في الغرس باش كيطلع دغيا الغرس. هي راه زوينه وفعاله ومجربه. نوصيكم على القهوه، راه زوينه الصراحه للشعر وكتعطي حتى داك البريون، كتعطيه فاش كيتغسل كيولي فيه واحد اللمعان. هاد الوصفه كيقول لكم فيها 3 المكونات، فيها القهوه اللي هي اللي قلت لكم عاديه ماشي سريعه الذوبان، القهوه اللي كنشربوا عاديه اللي كنطبخوا كنشربوها، ولا ما مطبوخاش، هذه يعني قهوه طريه غير معلقه منها. وفيها الرز، الرز غير داك الرخيص غير داك المقرد، ماشي شي ماركه د الرز ولا ما كاين حتى شي ماركه، الرز العادي وغير رخيص غير داك المقرد اللي كيطلق بحال حنا كنقولوا بحال الطحين، هو راه النشا ديالو غير هذاك باش يطلق لنا النشا، حنا الغرض ديالنا بالنشا ديال الرز. وفيها الملح ديال البيض اللي هو الصفر ديال البيض اللي كنقولوا حنا الصفر ديال الملح ديال البيض، هو الصفر ديال البيض. هذه زوينه بزاف، يعني ما مجربه وصحيه الشعر، وما وكتخلي داك الخلف كينبت في الشعر، يعني ما اقتصاديه وزوينه وغير مكونات ديال الكوزينه اللي عندنا في الكوزينه، ماشي شي حاجه اللي غادي، وهي الوصفات ديال الشعر ولا ديال الوجه ولا ديال، راه كيخصها مده باش كتعطي، يعني ماشي اليوم غديريها وغدا خصها صافي، هي كتحبس تساقط الشعر. صحيحا عندك هذه، عندك ديال الثومه والزيت حتى هي كيحبسوا التساقط ديال الشعر، الفايته دايره في الفيديو، هادو كيحبسوا التساقط ديال الشعر ولكن مع المداومه، ماشي غادي نديروها دابا وغدا غادي نقول واش الشعر باقي كيطيح، لا خصك تقابليه بعدا. وضروري هذه، هاد الوصفه هذه على الاقل 2 مرات في السيمانه، وحتى الغسيل بزاف يوميا الشعر، هو راه كيخرج على الشعر، هو راه كيخسر الزغبه كيخرج على الشعر، زياده على داك العوامل ديال السشوار وداك البروشينغ وديال الصبايغ وكلشي، حتى هما كيخرجوا على الجلده ديالنا. فهاد الوصفه هذه زوينه وكتعطي حتى ديك كيكون ديك الصحيه ديال الزغبه، يعني ما كتكونش كيتكرد. هذه وصفه مجربه، في الاخير نقول لكم هاد المكونات يلا كتزيد عليهم الزيت البلديه زيت العود، ولا ما كايناش بلاش، غير هادو راه كافيين ووافيين. في الاول كناخذو، في الاول كناخذو بعدا كنخليو الماء بلاتي، كناخذو الماء كاسرونه فيها الماء 2 كيسان كبار، يعني تمن السيتر هكاك، كنديرو فيه القهوه داك المعلقه ديال القهوه كنخويوها فيه ونخويو فيه دوك 2 معالق ديال الرز اللي درنا، كنديروهم يطبخو، نديرها بهذا، كنديروهم يطبخو حتى داك الرز كيبقى يطلق داك النشا ديالو، يعني كيطبخ بزاف حتى داك الماء كيعقد، يعني ماشي كيعقد كاع حتى تنشف، لا غير كتحسي بيه ثقال، لان داك الرز طلق الماء النشا ديالو والقهوه حتى هي راها طلقات. عاد كنخليوها تبرد، غادي نزيد نكمل معكم الوصفه، غادي نخليو هذا دابا يطبخ وغادي نكمل معكم الوصفه. يعني شاده البوطه فوالا، ودابا غادي نخليكم ملي غيطبخ غادي نرجع معكم باش نكمل معكم مع الملح ديال البيض نزيد عليها. من بعد ما طبخنا الماء اللي قلت لكم فيه الرز والقهوه وخلينا حتى طبخ مزيان، يعني حتى قللوا داك الماء ما بقاش هاو بقى غير شويه هنايا، غادي نخليوه حتى يبرد بطبيعه الحال، ما غاديش نصفوه هو سخون، وغادي نسخنوه في واحد الزليفه. غادي نقول لكم علاش خليوه حتى يبرد، لان فاش غادي نزيدوا له الملح ديال البيض ما يطيبش البيض في وسط من الخليط وهو سخون، بطبيعه الحال هادي معروفه. انا نصفوها دابا
من بعد ما هذا من بعد ما تصفى يعني كتستعمليه بجوج حالات، يا اما كتاخدي غير هذا بوحدو وكتشقي به شعرك، يعني غير الجلده ديال الشعر اللي هي الفراوله ولا غير الجلده ديال الشعر كتشقي به شعرك كما كنا كنديرو شحال هادي فاش كنا كنشقو بالزيت وعود النوار ولا الزيت وهذا، كتشقي به غير الجلده وكتجمعيه وديري له دريره وخليه، كتخليه اما نهار كامل اما تقدي تباتي به، راه كل ما خليتيه مزيان تباتي به حسن، لان حتى في داك ملي كيعرق الراس وكلشي كيكون واحد التفاعل مع 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 الخليط، هذا راه مزيان صراحه وما كيقنطش وما فيهش ريحه اللي كتقنط، هي غير قهوه، ريحه القهوه اللي كتكون فيك في شعرك، هذه هي اللي سميتو تقدي تباتي به حتى غسليه وغسليه، يا اما كديري شويه كتشقي به شي شويه شعرك، ولكن تخلطي باش ديري الشعر كامل على حساب الزغبه، غادي نديروه مع المحض البيض، انا غنديرو قدامكم، كديريه مع المحض ديال البيض، كديري على حساب على حساب طول ولا قصر ديال الشعر، الا شعرك طويل هذا كيدير لك على حساب الطول ولا القصر ديال الشعر، يا اما يدير لك جوج حتى ثلاثه المرات على حساب طول الشعر، يا اما قوي ولا ضعيف، يا اما كيدير لك حتى اربعه المرات اللي كان الشعر قليل وقصير، كيدير لك حتى اربعه المرات، انا غندير غير هذا بركه ديال راه كافيني هذا حيت شعري قصير، انا غنديرو قدامكم غادي نخلط به، كنخلطو مزيان مع حيت ملي كيبرد كنخلطو مع المحط البيض مزيان، كتشقي به شعرك وكديريه دهني به الجلده والشعر كامل، علاش قلت لك كديري المحط البيض؟ المحط البيض هاو كيعطي هاد الخليط كيعطي بهاد الطريقه هاكا، المحط البيض مع القهوه هو اللي كيعطي اللمعان وكيعطي كيولي الشعر ذهبي، كيعطي واحد اللون زوين للشعر المحط البيض والقهوه، وصدقوني مني كدوميها اكثريه البنات اللي باقيين صغار اللي دوموها راه بالتالي كيعطيهم واحد اللون اللي هو ما تلقايش حتى في الصباغه، كيعطي واحد اللون قهوي مذهب زوين صراحه وبتاكيد هذا وبتجربه، انا نعطيها لكم بتجربه، يعني هذا اللون هذا راه كيعطي واحد اللون غزال للشعر، ولكن عندكم الوصفات الطبيعيه لا الوجه لا الشعر راه خصها المداومه، راه ماشي غير غادي تجي اليوم وغادي تقولي ما عطانيش اللون ولا ما وقفليش التساقط ولا باقي شعري كيطيح ولا، راه خصها المداومه، عندك الا بغيتي النتيجه في الحين هي العمليه التجميل لا الوجه لا الشعر، هذيك هي اللي كتعطيك النتيجه سوغ بلاص ديك الساعات، اما هادو هاد المواد الطبيعيه كل ما دومتيه مزيان وكتلقاي نتيجه من بعد، يعني دابا هذه جوج مرات في السيمانه راه كافيه، من بعد شهرين ثلاث شهور كتلقاي عليها النتيجه، هذه نعطيك بالتجربه، من شهرين ثلاث شهور كيبقى الشعر كيتوقف وكيبقى كيعطيك واحد اللون كيتفتح الشعر على حسب اللون اللي بغيتي، فكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم للشعر، لا اللون ولا تسطيح الشعر، غير هو اللون غادي نقول لكم كنزيد ناكدها راه ماشي ديك الساعات كيخرج اللون دغيا وماشي ديك الساعات غتلقاي دغيا النتيجه، دائما المواد الطبيعيه والمواد الخلاط الطبيعيه لا للوجه لا للشعر غتخصها المداومه، الا داومتيها كتعطيك النتيجه والنتيجه كتلقاي النتيجه زوينه داكشي اللي بغيتي، ولكن باش تلقايها ديك الساعات ما تقديش كما قلت راه الا بغيتي النتيجه سوغ بلاص خصك عمليه التجميل هي اللي كتبان في الحين لا على الوجه لا على الشعر، هذا هو اللي كاين، كون ما دومتي الحاجه وحيدتي العكز اكثريه الشعر راه زوينه، هذه محد البيض والقهوه زوينه فعاله مع الرز راه كتعطي نتيجه زوينه، تساقط الشعر كتحبس التساقط ديال الشعر ما كيبقاش الشعر مشنتف باهت وكيعطي اللمعان وكيعطي الصحيه لذاك الجلده الزغبه ما كتقرطش، زوينه بزاف، كانت هذه الفكره ديال اليوم وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي شاركت معكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.